السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية. نهار اليوم زادت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، وانخفضت درجات الحرارة في المنطقة الشمالية بسبب اقتراب لكتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي تتأثر به شرق البحر الأبيض المتوسط. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول فرصة الأمطار المتفرقة شمال المملكة يوم الأربعاء بسبب هذا المنخفض الجوي وموجة غبار قوية متوقعة خلال الأيام القادمة، واعتبارا من يوم غد الأربعاء من المنطقة الشمالية لتشمل مناطق أخرى خلال الأيام القادمة، وموجة برد شديدة متوقعة أيضا خلال نهاية الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الشمالية، بينما خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم وساد طقس صافي بشكل عام. ننتقل الآن وإياكم لهذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لموجة الغبار المتوقعة أن تتشكل اعتبارا من يوم غد الأربعاء وانطلاقا من المنطقة الشمالية، حيث تندفع نحو المملكة كتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة مرافقة لمنخفض جوي في شرق البحر الأبيض المتوسط. سرعان ما تندفع هذه الكتلة الهوائية الباردة جنوبا باتجاه المنطقة الوسطى والشرقية، تعمل على نشاط كبير وواضح في سرعة الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تعمل على تشكل موجات غبارية وتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. هذه الموجة الغبارية يتوقع أيضا أن تصل تأثيراتها حتى العاصمة الرياض ومنطقة الدمام ووصولا حتى جنوب المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع. نذهب الآن لخرائط توزيع الرياح المسببة أيضا لهذه الموجة الغبارية. لاحظون التشكل لهذه الرياح القوية بسبب اندفاع لكتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي من منطقة بلاد الشام. رياح شمالية غربية نشطة تنشط يوم غد الأربعاء، تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الغبار في منطقة الجوف والحدود الشمالية، ثم لاحقا تنتشر هذه الرياح والغبار والموجات الغبارية جنوبا باتجاه منطقة حائل والقصيم والرياض وحفر الباطن والشرقية وصولا حتى الإحساء ومنطقة الربع الخالي خلال عطلة نهاية الأسبوع. ننتقل الآن وإياكم لهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة أيضا نستعرض فيها تفاصيل الكتلة الهوائية الباردة المتوقعة على المملكة انطلاقا من المنطقة الشمالية، ثم تشتد هذه الأجواء الباردة لتصبح عبارة عن موجة باردة أو شديدة البرودة، درجات الحرارة تنخفض إلى ما دون الصفر المئوي خلال ساعات الليل. هذه الكتلة الهوائية الباردة تصل المنطقة الشمالية اعتبارا من يوم غد الأربعاء، هي التي ستعمل على نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير في المنطقة الشمالية، ثم لاحقا تندفع هذه الكتلة الهوائية الباردة جنوبا باتجاه منطقة الحائل والقصيم والرياض والشرقية وحفر الباطن خلال نهاية الأسبوع، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خاصة خلال ساعات الليل لتكون ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة خاصة من شمال المملكة، ثم لاحقا تصل هذه درجات الحرارة المنخفضة إلى العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة تحديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتكون أو لتلامس الصفر المئوي في العاصمة الرياض خلال ساعات الليل. نذهب الآن وإياكم لتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس مستقر غالبا صافي 14 درجة مئوية، الملموسة 12، رطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء رياح نشطة 28 درجة مئوية، كحرارة عظمى أما الصغرى 14 درجة مئوية، لكن يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وحاد 18 درجة مئوية مع طقس مغبر والصغرى 7 درجات مئوية، تواصل درجات الحرارة انخفاضها خلال يوم الجمعة 15 درجة مئوية، كحرارة عظمى أما الصغرى 7 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.